إيران توعدت الولايات المتحدة الأمريكية برفع مستوى التحديات والتوتر والأزمة بوجه إسرائيل في حالة أن إسرائيل استمرت بعملية التقدم باتجاه رفح، ورفع هذا الأمر ورفع هذا المستويات وهذا الكلام من قبل الجانب الإيراني هو لا يأتي من فراغ، ويأتي بعد تصريحات قد صدرت صباح هذا اليوم من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن للسي أن أن الأمريكية، التي قال من خلالها بأن الولايات المتحدة الأمريكية وإدارته تحديدا لن تزود إسرائيل بأي أسلحة هجومية في حالة استمرت إسرائيل في اجتياح رفح. وهو قال بأنهم لم يجتاحوا رفح حتى هذه اللحظة رغم بدء العملية في 72 ساعة إلى العمق الموجود في رفح على مسافة ما يقارب 4 كيلومترات، إلا أنه يجد بأن هذه العملية لم تبدأ بهذا الشكل الكبير ولا مؤشرات لمثل هذا العمل، ولكن بدأت إسرائيل بالتوجه فإنه سيوقف عملية إرسال الأسلحة الهجومية. وهذا الأمر هو الذي تسبب بلغط كبير ومستمر حتى هذه اللحظة ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن. ولكن إيران استغلت هذه المسألة تماما، وجاء اتصال بين وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، تحدثت عن هذه التصريحات وثبتتها وكالة تسنيم الإيرانية وكذلك وكالة إيرنا. وقال خلال هذا الاتصال حسين أمير عبد اللهيان الآتي: إذا سمحت واشنطن لنتنياهو بارتكاب جرائم جديدة في رفح فالعواقب ستكون وخيمة. وأضاف أيضا: على البيت الأبيض أن يختار بين إبداء الإرادة للضغط على إسرائيل ووقف الحرب أو إدخال المنطقة في مستوى جديد ومختلف من الأزمة والتوتر. وهنا السؤال: ما طبيعة الأزمة والتوتر وهذا المستوى الذي يتحدث عنه وزير الخارجية الإيرانية ترى؟ فنحن شاهدنا إيران تهاجم مباشرة إسرائيل، وكانت هذه واحدة من أخطر لحظات التوتر التي واجهتها المنطقة. كذلك شاهدنا ولا زلنا حتى هذه اللحظة حزب الله اللبناني وهو يصعد على العمق الإسرائيلية، المقاومة الإسلامية في العراق الموجودة طبعا في العراق وفي سوريا تستهدف إسرائيل بشكل مستمر على مستوى الموانئ، القواعد وغيرها، بالطائرات المسيرة، بصواريخ الأرقب وغيرها. دائما هنالك هجمات مستمرة على إسرائيل، وأهم هذه الأطراف أيضا التي تصعد بشكل مستمر هي جماعة الحوثي. منذ بدء الأزمة في قطاع غزة وبدءا من نوفمبر حاصروا مضيق باب المندب، هاجموا السفن في البحر الأحمر، في خليج عدن، في بحر العرب، في المحيط الهندي، وأعلنوا مؤخرا بأنهم رفعوا عملية التصعيد الخاص بهم ودخلوا في المرحلة الرابعة وسيبدأون باستهداف البحر المتوسط. حتى هذه اللحظة لم يبدأوا بهذا الاستهداف، لكنهم أعلنوا عن هذه المسألة. وكلما أعلنت جماعة الحوثي عن مثل هذه التطورات دائما وأبدا هي تنفذ تهديداتها بشكل واضح. كذلك أن جماعة الحوثي كانت واضحة، قالت إذا إسرائيل بدأت باقتحام رفح، وإسرائيل قد بدأت باقتحام رفح فعلا والعمليات لا زالت مستمرة، جماعة الحوثي ببساطة قالت بأنها ستستهدف كل شركات الشحن التي لها تاريخ في التعامل مع إسرائيل بغض النظر عن وجهتها في منطقة عمليات اليمن تحديدا ومنطقة عمليات جماعة الحوثي. دائما ستستهدف هذه السفن، يعني أن هذه هي المستويات وهذه هي طبيعة التصعيد الذي ستصل له الجماعة. لكن هذه المستويات عرفناها ورأيناها، وممكن أن تكون لها حسابات معينة من الغرب من المنطقة بشكل عام، ولكن المنطقة الوحيدة التي هي هادئة ولم تتصاعد فيها الأمور بهذا الشكل الكبير المنطقة هي الخليج العربي. الخليج العربي فعلا لم تكن فيه أي عمليات تصعيد كبيرة بسبب أهمية هذه المنطقة، نوعا ما كانت هادئة. هي منطقة عادة السفن بشكل عام إن كانت الأمريكية البريطانية الإسرائيلية عندما تأتي عبر رأس الرجاء الصالح وتتجه إلى هذه المنطقة وتتعدى التهديدات القادمة من جماعة الحوثي، بمجرد ما تدخل للخليج العربي ليست هنالك الكثير من المشاكل رغم كل التصعيد الذي رأيناه في هذه المنطقة، وبعدها تعود طبعا عبر رأس الرجاء الصالح لتصل أيضا إلى البحر المتوسط إلى إسرائيل إن كانت متجهة لإسرائيل أو حتى لأوروبا. وهذه المنطقة من الممكن ومرشح، وخاصة أن إيران تتحدث هنا عن مستوى جديد من التصعيد، وإن كان هنالك مستوى جديد من التصعيد قد يكون الخليج العربي هو الأمر المقصود من الجانب الإيراني. إيران سابقا هددت بعملية إغلاق مضيق هرمز، المضيق المهم للغاية، وكذلك سبق لها وأن استهدفت مع أزمة قطاع غزة قامت بالهجوم على بعض السفن الإسرائيلية بالطائرات
المسيرة من شاهد 136 وأصابت فعلا سفينتين، لكنها لم تغرق هذه السفن، لم يقتل أحد، لم يجرح أحد، ولكن كانت هنالك بعض الأضرار المادية. احتجزت من الممكن سفينة أو سفينتين في خليج عمان، ولكن الخليج العربي كما تحدثنا هو هادئ. لكن هذا لا يعني بالضرورة بأن إيران هي ممكن أن تنفذ عمليات في الخليج العربي، خاصة وأن الفصائل العراقية أعلنت العام الماضي في نوفمبر تحديدا عن امتلاكها لزوارق مسيرة مفخخة، وهذه الزوارق بحسب التفاصيل التي نشرت في القنوات الخاصة لهذه الفصائل العراقية يصل مداها إلى 500 كيلومتر، وهذا يعني بأنها تغطي 50% من مساحة الخليج العربي، يعني أنها قادرة للوصول في حقيقة الأمر إلى قطر تقريبا في عملية الاستهداف، أي المدى باتجاه قطر، وهذا يعني أنها قادرة على ضرب الكثير من السفن التي ممكن أن تكون قادمة لهذه المنطقة وللخليج العربي. وهذا طبعا الزورق الذي نتحدث عنه المسير قد نشرت عنه بعض التفاصيل العديد من الوكالات، منها الوكالات الإيرانية على سبيل المثال وثبتتها، وكذلك أن الفصائل نشرت صورة لهذا الزورق المسير المفخخ، كما ترون أنه ليس واضحا، الفصائل لا تريد الإظهار الكثير من تفاصيل هذا الزورق، وأيضا نشروا مثل هذه المنشورات وقالوا لتكون المعركة العراقية جوا وبحرا. ومنذ نوفمبر حتى يومنا هذا لن نرى أي استهداف باستخدام هذا الزورق الذي أعلنت عنه الفصائل، ولكن ممكن مع الحديث عن مستوى جديد للتصعيد ممكن أن نرى مثل هذا التصعيد. هنالك أشكال كثيرة للتصعيد، ولكن مثل هذا المستوى قد يغير الكثير من الأمور، خاصة وأن بدء مثل هذه الاستهدافات سيعني ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير وإدخال العالم بمشكلة حقيقية للغاية. أوروبا ستعاني، الولايات المتحدة الأمريكية ستتأثر كذلك، وممكن أن تكون هنالك انعكاسات لمثل هذه الاستهدافات إن تطورت وتصاعدت من الفصائل العراقية على سبيل المثال، أو جماعة الحوثي وصلت إلى تلك النقاط، لا نعرف إن كانت قادرة على الوصول إلى مثل هذه المديات، أو دخلت إيران على الخط، فإن الأمر ممكن أن يكون مؤثرا للغاية على الرئيس الأمريكي جو بايدن في الانتخابات القادمة الأمريكية في نوفمبر. الانتخابات قريبة للغاية، وممكن للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي يتحدث عن مثل هذه المسائل أن تكون بيده مفاتيح جيدة لمواجهة جو بايدن، وهو يستغل المسائل الاقتصادية بشكل ذكي. وعندما نتحدث عن الخليج العربي وتحديدا مضيق هرمز، عبر هذا المضيق تمر 20% من الطاقة العالمية ومن النفط العالمي تمر من مضيق هرمز، وبالتالي هذا مستوى قد لا يكون عاديا أبدا. لكن إيران أيضا من جهة أخرى هي تهدد في المسألة النووية. كمال خرازي وهو أحد المستشارين للمرشد الأعلى الإيراني أيضا استغل على ما يبدو التصريحات الصادرة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك من أجل الضغط طبعا على الولايات المتحدة لزيادة الضغط على إسرائيل لتتوقف إسرائيل عن اقتحام رفح، و قال الآتي أيضا، قال ستضطر طهران لتغيير عقيدتها النووية إذا أصبح وجودها مهددا من إسرائيل. التصريح هذا اليوم والتحدث هنا عن تغيير العقيدة النووية يعني بأننا سنصل للقنبلة النووية، ونفس هذا النوع من التصريحات رأيناه الشهر الماضي أيضا صادرا من قائد وحدة الحرس الثورية الإيرانية المكلفة في حماية المنشآت النووية الإيرانية، وهو العميد أحمد حق طلب، الذي قال الآتي أيضا، تهديدات إسرائيل ضد المنشآت النووية الإيرانية تجعل من الممكن مراجعة عقيدتنا وسياستنا النووية والتحول من اعتباراتنا السابقة، ونرى أن هنالك وتيرة متصاعدة في التهديدات النووية من قبل الجانب الإيراني في ظل كل التصعيد الذي نراه، وفي ظل أن إسرائيل حقيقة قد استهدفت المنشآت النووية في عملية الرد على الهجوم الإيراني المباشر، واستهدفت المنظومات الدفاعية وتحديدا الرادار الخاص الموجود إلى الجنوب من مفاعل ناتانز النووي على مسافة 100 كيلومتر، ضربوا هذا الرادار الخاص بمنظومة الأس 300، ضربوا إحدى البطاريات أيضا للأس 300، اختفت البطاريات كما تلاحظون من هذه المنطقة ولا بطارية، وكذلك أن الإيكونومست أكدت بأن الجانب الإيراني غطى هذا الرادار وبعدها استبدله بالرادار الاحتياطي، وبالتالي أعادوا ترتيب هذه المنطقة، لكن هذا يعتبر تهيئة لاستهداف محتمل وتحذير من قبل الجانب الإسرائيلي بأننا سنضرب الدفاعات والرادارات لكي
نضرب المفاعلات النووية في رسالة واضحة من الجانب الإسرائيلي بأنه أيضا ليس مضطرا لاختراق الأجواء الإيرانية لتحقيق مثل هذه الضربات، وبأن الضربة جاءت من فوق الأجواء العراقية. وبالتالي الجانب الإيراني يصعد بشكل كبير بهذا الاتجاه. والمشكلة الأساسية بأن بنيامين نتنياهو بعد تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد ظهر بهذا الشكل وقال بأننا إذا اضطررنا على أن نقف لوحدنا فإن إسرائيل ستقف لوحدها، أي حتى لو لم ترسل الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة أخرى أسلحة لمساعدة إسرائيل ضد حركة حماس فإسرائيل ستستمر بهذه العملية. ويجب أن ننتبه أن التقدم إلى رفح كان بوتيرة أسرع من أي وتيرة رأيناها منذ شهر يناير أو تقريبا منذ منتصف شهر يناير حتى نهاية شهر يناير. كما تلاحظون سرعة التقدم للجانب الإسرائيلي نوعا ما قد انخفضت بهذا الشكل، فبراير، مارس، أبريل، وهنا في مايو بدأت العملية كما تلاحظون في التقدم لرفح. ولاحظ بأن الوتيرة كانت مرتفعة مقارنة بأي وتيرة أخرى للخمسة أشهر الماضية من قبل الجانب الإسرائيلي. وهذه توضح أيضا أن إسرائيل من الممكن أن تتقدم بسرعة باتجاه رفح رغم أنها لم تدخل إلى المدن بشكل مباشر، وخاصة أن إسرائيل استخدمت في هذه العملية الفرقة 162 لواءين هي التي اشتركت في هذه العملية. اللواء الأول هو اللواء 401 اللواء المدرع طبعا، وهو لواء مسارات الحديد الذي سيطر على هذا المعبر، معبر رفح المهم للغاية، وكذلك اللواء 84 المشاة، وهو لواء أيضا تابع للفرقة 162 المكلفة بهذه العملية. الآن إسرائيل بدأت تعمل على عملية السيطرة على هذه المنطقة الوسطية، بدأت بتمشيط هذه المنطقة، محاولة تطهير هذه المنطقة من أجل السيطرة عليها. وسنلاحظ هذه المسألة هنا تحديدا في هذه المنطقة تنفذها وينفذها اللواء 401 بأنه حقق تقدما صباح هذا اليوم في هذه المنطقة. لاحظ إذا ما ألقينا نظرة على هذا المقطع ستلاحظ أن هنالك دبابات وتضرب نقطة معينة من الانفجار، نستطيع أن نقول بأنها ليست أسلحة وإنما هذا الانفجار هو انعكاس لوقود أو خزان الوقود هو الذي ضرب من قبل الجانب الإسرائيلي. وإذا ما حاولنا أن نعرف هذه المنطقة ونحللها ستلاحظ بأننا أمام مساحة مفتوحة، نحن أمام دبابات في إشارة إلى أننا أمام اللواء 401 المدرع التابع للفرقة 162. تلاحظ هنا مبنى بسقفه الأبيض، ويبدو مبنى أبعد من هذا المبنى الأبيض وسقفه نوعا ما باللون الأحمر كما هو واضح، لكنه مستقل عن المبنى الذي أشرنا له، وكذلك مجموعة من الأشجار مما يرشح أن هنالك طريقا ويأتي على جانبه أو جانبيه أشجار وبعدها النقطة التي استهدفت، أي بعد الأشجار. من خلال الانفجار الذي رأيناه نلاحظ بأن الانفجار يأتي بعد الأشجار كما نلاحظ هنا من طبيعة الاستهداف، لاحظ بعد الأشجار إن المنطقة نوعا ما قريبة ولكنها لا تأتي مع الأشجار. وعلى هذا الأساس إذا ما اتجهنا بالقمر الصناعي بسرعة إلى معبر رفح بما أننا أمام اللواء 401 سنلاحظ أن النقطة قريبة هنا، نلاحظ أن الدبابات قد تقدمت إلى هذه المنطقة. نتجه إلى الشمال قليلا الآن ونحاول أن نقترب من هذه الصورة، وستجد بأن هنالك تطابقا كبيرا لهذه الصورة. هذه المساحة المفتوحة، المبنى الذي سقفه أبيض وتبدو بأنها مستودعات، وكذلك المبنى الذي سقفه باللون الأحمر، وهذه هي الأشجار، ويبدو بأن الدبابة كانت تقف تقريبا هنا في هذه المنطقة وقامت باستهداف هذا الخزان الذي هو خزان للوقود أو للنفط. واضح هنا خزان أيضا يبدو باللون الأحمر أيضا مما يشير إلى أن هنالك وقودا هو الذي استهدف. بالتالي هنا واضح أن الدبابات تسير في هذه المساحات المفتوحة تحاول إخلائها بالتمام والكمال والسيطرة عليها. والجانب الإسرائيلي واضح من عملية التقدم هنا في معبر رفح يحاول السيطرة على كل هذه النقاط. هنا طبعا اللواء الذي نتحدث عنه ألا وهو اللواء 84 المشاة أيضا يحاول السيطرة على هذه المناطق. من أجل ماذا؟ من أجل تأمين المنطقة بالكامل والوصول إلى شارع صلاح الدين، لنأخذ صورة أوضح لهذا الطريق. هذا طريق صلاح الدين الاستراتيجية المهمة. الجانب الإسرائيلي يريد ببساطة أخذ هذه المنطقة بأكملها على ما يبدو كمرحلة أولى دخول بمفاوضات، ولكن إن فشلت المفاوضات قد يعني التقدم الإسرائيلي فيما بعد إلى رفح. ولكن طبعا بالنسبة للجانب الإسرائيلي أن يسيطر على شارع صلاح الدين يعني السيطرة على شارع الإيمان، على شارع الرباط، وكذلك
ذلك على شارع العروبة، وشارع العروبة يمتد بهذا الاتجاه الواضح تماما، وهذا يعني أن إسرائيل تستطيع التقدم لهذه المنطقة. وكذلك أن هذا الطريق المؤدي هنا من شارع العروبة بهذا الشكل، هنالك شارع آخر وهو شارع أبو يوسف النجار، وهذا الشارع أيضا يعتبر مهما، وإسرائيل تقوم بضربات مكثفة على هذه النقاط وعلى طول هذا الشارع في استعداد مستقبلي من قبل الجانب الإسرائيلي للتقدم على طريق أبو يوسف النجار. وهنا سنلاحظ هذه المسألة وهذا المسجد، أن هنالك مسجدا قد استهدف وهو مسجد عبد الله بن رواحة كما تلاحظون هنا، هذا هو الشارع الذي نتحدث عنه، وهذا هو المسجد الذي استهدف صباح هذا اليوم كما تم تصويره طبعا من قبل الجانب الفلسطيني. وسنلاحظ هنا بأن هذا هو المسجد، مبنى واضح بهذا الشكل، وهنا نقطة مرتفعة أخرى، لاحظ هذه النقطة المرتفعة، خزانات الشارع وسياج واضح، وبالتالي الصورة كانت قد نشرت من قبل شبكة القدس الإخبارية. وتلاحظ هنا هذا هو عبد الله بن رواحة، هذا هو المسجد المدمر كما هو واضح من قبل سلاح الجو الإسرائيلي، وتلاحظ هذا هو نفس المبنى الذي تحدثنا عنه مع خزانات الماء، وهذا هو الشارع وهذا هو السياج، مما يؤكد أن هذه النقطة قد استهدفت، أي أنهم يقومون باستهداف النقاط المطلة في حقيقة الأمر على شارع أبو يوسف النجار من أجل محاولة السيطرة على أي نقاط ممكن أن تستخدم كنقاط للتجمع للفصائل الفلسطينية طبعا وحركة حماس. وأيضا أن هنالك استهداف آخر واستهدافات مستمرة للأبراج وسط مدينة رفح، هذه برجين طبعا من الأبراج التي استهدفت أيضا نشرت من قبل الأوساط الفلسطينية في رفح. وستلاحظ أن هذه المنطقة ليست بالبعيدة أبدا من المنطقة ومن المسجد الذي أشرنا له، وهي تأتي تقريبا هنا في هذه الساحة وسط رفح، وسترى بأن هذين البرجين هنا، هذا هو البرج الأول كما هو واضح، وهذا هو البرج الثاني الذي كان ظاهرا من عملية الاستهداف. بالتالي أي شيء ممكن أن يستخدم لضبط الساحات في حرب الشوارع في حرب العصابات تبقي إسرائيل وتحاول إسرائيل من ضربه لتسهيل عملية التقدم. ولكن المشكلة الحقيقية تحدثت عنها The Intercept التي أكدت بأن هنالك 600 ألف طفل فلسطيني متواجد الآن في رفح، وأن هنالك مصاعب كبيرة وخطر كبير في إخلاء هؤلاء الأطفال، وبأن حتى هذه اللحظة ليست هنالك خطة واضحة لإخلائهم بشكل آمن، وممكن أن يكون هنالك قتلى من الأطفال بأعداد كبيرة حتى أكبر من الأعداد التي رأيناها في شمال قطاع غزة في وسط قطاع غزة منذ 7 أكتوبر حتى يومنا هذا جراء هذه العملية الخاصة بالجانب الإسرائيلي. وهذا قد يفسر لماذا الرئيس الأمريكي جو بايدن يحاول الابتعاد عن مسألة دعم إسرائيل ومحاولة الضغط عليها، لأنها ممكن أن تتسبب بأزمة إنسانية كبيرة لن تخدم أحدا في نهاية المطاف.